السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بنبدأ شكلنا نتوقع كذلك يعني عددنا يعني. طيب احنا قلنا ان كده بالشكل ده هيبقى كل اوبجكت بيحمل بيانات خاصه بيه. لف مين بقى احمد، مين بقى علي او غيره، وكذلك الثالث الثاني الرابع، يعني مش محتاجين نرسم كله يعني نفس الفكره يعني. فده اوبجكت، لكن ده الكلاس بتاعته. طيب احنا عملنا ايه؟ احنا عملنا هنا طبعا السيلف اف نيم والال نيم هيبقوا انون لغايه لما يتغيروا، هم انون صح؟ يعني لو احنا قبل ما نريتيرن هنا احنا ممكن، معلش انا هستغل البرنت عشان الموضوع بس اوضح الفكره، مش محتاج اطول. وقبل ما نغير القيم هعمل برنت برضه تاني. يبقى ايه اللي هيحصل يا شباب؟ اول ما هنادي على الفول نيم، اول ما بنادي طبعا على التعريف اللي هو بعمل منه اوبجكت، يعني على طول اول ما بعمل اوبجكت خلاص بيعرف في الميموري الاف نيم والال نيم والير. وبعدين لما اجي بقول له ويلكم مسج بيطبع ويلكم مسج. قلت له فول نيم، بعت له احمد وعلي، بقى لي الفيرست نيم احمد وده علي. لما يجي يطبع برنت النيم سيلف دوت اف نيم وسيلف دوت ال نيم هتلاقيه بيساوي ايه؟ انون انون. يور نيم از انون انون، ده لازم اللي يطلع. لما اخد بقى الفيرست نيم الارجيومنت واحطه جوه الاف نيم واخد اللاست نيم واحطه جوه ال نيم يجي يطبع يلاقي الفيرست نيم كذا واللاست نيم كذا. تمام؟ معايا؟ طيب انا لو جربت كده قال لي ادي الاوبجكت الاول ويلكم تو ستودنت كلاس يور نيم از انون انون، لكن لما اتغير بقى احمد علي. الكلاس الثاني لسه ما زال انون انون لانه بيحتوي على قيمه مختلفه تماما عن الاوبجكت الايه؟ عن الاوبجكت الاول، ولذلك استمر كان موجود في ميموري انون وانون، وهنا كان موجود في ميموري انون انون، وهنا بقى كده الاسم مش مشكله. اتغير ما سمعوش في بعض. بالتالي وضحت الفكره بتاعت الانستراكتور بتاعت ممكن بس يا دكتور الكود جنب الريزلت، ممكن حضرتك تحط الكود جنب الاوت بوت عشان اشوف بس يعني الاوبجكت ولا الكلاس؟ لا الاوبجكت، عايز اشوف الاوبجكت 2. تمام يا دكتور، خلاص دايما ما تحاولش تبص على الاوبجكت، بص على انت كمبرمج بص على اي حد عادي هيحب يبص على الاوبجكت، لان ده لان خلاص عمل السيرنت بعد كده نادى على ويلكم مسج، طلعت ويلكم مسج، بعت الاسم الاول والاسم الثاني، طلع الاسم الاول والاسم الثاني. انا مش عارف تبص كده، انت دايما كمبرمج بص على الكلاس، بص على الاصل اللي بتتكون منه كل الاوبجكتس. تمام؟ حاول تفهمه ده من الاول. برنت برنت ماشي، لما جه الفول نيم جه ينادي على دول لسه ما زالوا لسه في الميموري فاضيين، وبدا يحط الوان قيم وبعد كده بدا يطبع. دايما خلي الفكر ذات نفسه هو اللي في ايه؟ في دماغك بشكل مباشر. طيب اعمل حاجه ثانيه، لو انا جيت انت عامل كده اوبجكت 3، احنا لينا حق نوصل للانستنس اتريبيوتس دي على فكره، نوصلها بشكل مباشر. يعني اقدر اقول ايه؟ ده اخليه ستودنت 3 ماشي؟ عشان يبقى اوبجكت ثالث. اقدر اقول له ستودنت 3 دوت، تمام؟ وبالتالي اقدر اوصل للاف نيم والال نيم بتاعته، اقدر اقول اف نيم ايكوال محمد. خلاص؟ كتبتها محمد باليو للتمييز. ماشي؟
وستود 3 دوت ال نيم اكتبها ايه بالاي ابراهيم بالاي للتمييز كده انا قدرت اقول ستود 3 دوت اف نيم ستود 3 دوت ال نيم دوت يير زي ما انا عايز يعني ممكن اقول ستود 3 دوت يير تساوي السنه الثالثه وبالتالي لما هاجي انادي على الفول نيم اول ما يجي يطبع هيطبع لي ايه؟ لما يجي يقول له برنت السيلف دوت اف نيم والسيلف دوت ال نيم مش هيطبع النون مش هيطبع النون لان كانت فيها محمد وكان فيها ابراهيم فهيطبع لك محمد ابراهيم اللي هي باليو وبالاي لما يغير القيم اللي انت بعتها خلاص يبقى يظبط خدوا بالكم من الحته دي هاو تو اكسس الايه؟ الانستنس اتريبيوتس بنأكسسها بالشكل ده بالدوت نوتيشن دوت اسم الاوبجكت دوت واقدر اوصل لكل الحاجات الداخليه يعني لو جينا جربنا كده في خمسه هلاقي يور نيم ما طلعليش انون انون قال لا ده في محمد باليو اهي صح وابراهيم بالاي اهي يعني اخذ القيم اللي انا حطيتها له حطيتها له ولما غيرتها وانا برجع على الفانكشن بيغيرها عادي ها في اسئله في الحته دي مش مستوعبه بس الحته الاخيره يا دكتور يعني مش عارفه مستوعبها دلوقتي انا عندي الستودنت عندي عندي اف نيم وعندي ال نيم وعندي ويلكم مسج وعندي فول نيم دول بنسميهم الممبرز زي ما اتفقنا بنسميهم الايه؟ الممبرز دول كلهم اعضاء من اعضاء مين؟ من اعضاء الكلاس وبالتالي انا ليا حق اكسس ليا حق ان انا اوصل خلاص للاف نيم خلاص وكذلك ليا حق ان انا اوصل للال نيم واوصل لكل ايه لكل ايتم انا عايز اشتغل عليه يعني عادي انا اقدر اكسس كل واحد منفصل يعني اقدر اوصل لده تمام اكسسه سواء بان انا اسيبت جواه قيمه او اجيب منه قيمه وكذلك الايه الال نيم اقدر كذلك مين؟ كذلك الايه؟ وفي الحاله دي بتبدا هي ايه؟ تتنفذ وتطلع لي ايه؟ وتطلع لي النتيجه بشكل عكسي يعني بتطلع لي النتيجه بشكل عكسي اللي هو بتتنفذ كده وساعتها بس تبدا ترد عليا بالايه؟ ترد عليا بالنتيجه صح؟ لمين اللي بينادي؟ اللي هو الاوبجكت بتاعي وكذلك مين الفول نيم وهكذا فالفانكشنز بنادلها بتتنفذ بترجع لك فين لو كانت بترجع لك دول باكسسهم دول بعمل لهم اكسس فزي ما قدرت اوصل للفانكشن بالدوت نوتيشن بقدر اوصل للاتريبيوتس بالدوت نوتيشن فانا لما عرفت ستود 3 قدرت اقول ستود 3 دوت اف نيم اهي ليه فيها ايه دلوقتي قبل الحته دي كان فيها ايه اهي يعني لو حبيت اطبع الاف نيم والال نيم دلوقتي حبيت اطبع يعني اقول له برنت يعني هعمل جيت كده هسحب منها قيمه اقول له برنت لي الستود 3 دوت الاف نيم هيطلع فيها ايه؟ انون صح؟ يعني بعد ما عرفت على طول بعد ما عرفت يطلع فيها صح؟ الال نيم هيطلع فيها النور طب غيرت الاف نيم والال نيم هيتحط القيمه الجديده اللي انت اشتغلت عليها طب جيت غيرتها في الفانكشن هيتحط القيمه الجديده اللي انت غيرتها في الفانكشن وهكذا يبقى هنا المفروض تطلع النون يطلع النون هنا غيرتهم اتغيروا هنا اشتغلت في الفانكشن اطبعهم طلعوا جداد غيرتهم اتغيروا جداد ده ما انت عايز تغيرها غيرتهم عملت كده القيمه الافتراضيه في الايه؟ في الكونستراكت هنا غيرتهم بشكل مباشر از بروبرتيز هنا بنسميهم ايه؟ از بروبرتي يعني بنعمل يعني بنغيرها كست بنسميها ست احنا دي يعني بنحط لها قيمه خلاص؟ بترجع وهنا
الحته دي بنعملها هذا بروبرتي اه بس اكنها بالنادي على القيمه اللي وقتها لكن هذا ايه؟ ذا جيت ماشي؟ على فكره حتى بعد الفانكشن اقدر انادي يعني بعد الفانكشن اقدر اشوف اللي جوه الستودنت 3 اف نيم هتبقى ايه؟ تبقى محمد الاخير وكذلك اللي نيم هتبقى ايه؟ هتبقى ابراهيم الاخيره لان غيرت غيرناهم الاف نيم واللي نيم خلاص؟ فبالطريقه دي لو جيت رنيت اول مره خالص بعد الكونستراكتور النون النون تمام خلاص فوق تحت يا دكتور شكرا كده بقى بالبروبرتي يعني نقدر نقول كمان كتوضيح نهائي للمخرجات بعد البروبرتي بلس اسف دي بعد الكونستراكتور بعد الكونستراكتور دي بعد مين؟ هنا هنا ما طبعناش حاجه مش نحس مش نحس كده ممكن نقول بروبرتي او بروبرتيز صغير طب هنا دي هنا بقى ايه؟ دي هنا افتر فانكشن وهنا ايه؟ هي افتر فانكشن برضه كنترول اس اف 5 قال لي بعد الكونستراكتور كانت انون انون هنا البروبرتي اتغيرت وبالتالي جابت محمد اللي هو باليو ريمي اللي هو بالبي زي ما غيرناه في البروبرتي دي بعد الفانكشن الفانكشن بتطلع للاثنين دي بعد الفانكشن ودي بعد الفانكشن برضه بس هنا بنادي بالبروبرتي هنا بنادي بالفانكشن فخلاص بعد كده الاساسيه بقدر اغير فيها ماشي يا دكتور واضح شكرا طيب خلونا ناخد تاسك على الكلام ده